تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر القناة الرياضية من تلفزيون دولة الكويت. يسعدنا أن نكون معكم بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامجنا وبرنامجكم ويك أند كل يوم وسبت، ونقدم لكم مواضيع منوعة ومختلفة تهم جميع الأذواق، فأهلا وسهلا بكم معنا. بداية حلقتنا مثل ما عودناكم السادة المشاهدين لليوم مع الفقرة السياحية والأماكن التي تجذب السياح في الكويت من كل بقاع الميادين. اليوم عندنا تباين ما بين الجزر السياحية البديعة والمتاحف القديمة، كما وتتعدد المولات الحديثة والأسواق الشعبية وغيرها من الأماكن التي تستطيع الأسر زيارتها وتحديدا بفصل الصيف. خلونا مع بعض نتابع وياكم هذا التقرير. افتتح نادي البولينج الرياضي الجديد في عام 2016 بعد 4 سنوات من العمل وبتكلفة بلغت 43 مليون دولار أمريكي. يقع النادي في منطقة السلمية، وهي منطقة مميزة وسط العاصمة، مما يجعله مركزاً للرياضة والترفيه للكثير من محبي لعبة البولينج، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للبناء حوالي 4300 متر مربع، وبذلك يكون النادي هو الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. وتم التركيز على الدقة في اختيار التجهيزات للمقر والفندق بأسلوب حديث يوفر راحة للوفود واللاعبين، وأن هناك مسرح لعرض أهم الأحداث والمؤتمرات بأسلوب مميز. يبدو النادي على شكل هرمي يكتسي بالزجاج والألمنيوم من الخارج، وقد تم اعتماد تصميم معماري مميز وفريد من نوعه صممته الشركة الأمريكية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للبولينج. ويمثل هذا الصرح إضافة معمارية وهندسية وحضارية تعكس الوجه المميز للكويت وتجعل منه علامة مهمة لمنطقة السلمية ومرفقا مهما من المرافق الرياضية للدولة. يضم هذا المركز مقري النادي الكويتي الرياضي للبولينج والاتحاد الأسيوي للعبة، ويتألف مبناه من قبو وطابق أرضي وست صالات مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، وبه ناد صحي وحمام للسباحة للرجال وآخر للسيدات، وفندق للاعبين والأجهزة الفنية والحكام والمكاتب الإدارية والفنية وصالة للاجتماعات. يحتوي المركز الرياضي على 58 حارة بولينج أولمبية، الأمر الذي يتيح تنظيم بطولات عالمية في هذا النادي، و350 مقعداً ومساحات للبيع بالتجزئة، ومكاتب إدارية ومطاعم وكافيتريات وقاعة مؤتمرات وحوض سباحة وصالة رياضية بأحدث التقنيات وإقامة فندقية للأحداث الدولية. إذ يجذب هذا النادي محبي الرياضة وغيرهم ممن يحبون التحدي وقضاء أوقات ممتعة والتغيير من أجواء كرة القدم، حيث أن نادي البولينج الكويتي الرياضي من أماكن الترفيه المميزة في الكويت، إذ يوفر مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تلائم جميع أفراد الأسرة.
السادة المشاهدين، من بعد هذا التقرير اللي شفناه مع بعض ننتقل وإياكم إلى جانب آخر. الروح والإرادة الكويتية دائما ما تكون حاضرة بقوة من خلال البطولات والمحافل الداخلية والخارجية لرفع علم الكويت في جميع مشاركات أبطالنا. ضيفنا اليوم من اللاعبين الفخورين بإنجازاتهم في رياضة البولينج، راح نتعرف عليه وعلى إنجازاته وعلى حبه لهذه اللعبة، ولكن من بعد هذا التقرير. حسن علي قاسم بدأ مسيرته الرياضية في مجال البولينج مبكراً بعمر 8 سنوات، ترعرع في كنف عائلة رياضية من الطراز الأول، فكان سبب دخوله عالم البولينج والده وعمه. حصل حسن على العديد من الميداليات والمراكز العالية على مستوى محلي وإقليمي. أهم هذه الإنجازات حصوله على الميدالية الفضية في آسيا المجموع العام، والميدالية الفضية في الدبل والبرونزية في المجموع العام، وحاصل على المركز الأول في بطولة هونغ كونغ المفتوحة تحت 18 وغيرها الكثير، بالإضافة إلى مشاركته بالعديد من المعسكرات الخارجية والبطولات المفتوحة. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، مستمرين معاكم بهذا اللقاء وبهذه الحلقة ومع البطل حسن قاسم لاعب البولينج. حياك الله معنا أبو علي. الله يحييك. سعداء بالتواصل إياك. في البداية خلني أرحب فيك وأرحب أيضا بكل السادة المشاهدين اللي قاعد يتابعون معنا هذه الحلقة، ولكن خلني أتكلم في يعني عن بداية دخولك إلى البولينج، ومثل ما أنا عرفت أن أنت تنحدر من عائلة رياضية، فقول لي شو اللي صار معك في البداية وشون قررت أنك تدش رياضة البولينج. طبعاً بداية دشيت كان عمري 8 سنين، كان أبوي ويدي وعمي كانوا يلعبون اللعبة، فيعني على مدار الأسبوع يروحون يوم ورا يوم ورا يوم، فكنت أروح أطالع معهم. هذه اللعبة تحديداً؟ إيه. بس اللعبة يلعبون البولينج، فأنا كنت دائماً أروح أطالع معهم وكذي، ويصير ودي إنه ألعب. ساعات ألعب إنه كترفيه، بس أنا دائماً لما نرجع مثلاً نتجمع بالبيت دائماً يسولفون، فصار فيني الشغف إنه ودي ألعب هاللعبة، أصير قوي نفسهم وأتعلم ويصرفون عني وكذي. فكانت هي الرياضة الأساسية عندهم؟ إيه، هذه الرياضة اللي أغلب العائلة اللي يلعبونها. متى دخلت؟ كم عمرك؟ كان عمري تقريباً 8 سنين كبداية يعني. واستمرت فيها كم سنة؟ استمرت فيها تقريباً للحين 11 سنة. ما شاء الله تبارك الرحمن. شنو الإنجازات اللي حققتها والبطولات اللي شاركت فيها من عمرك 8 سنين لليوم؟ الواحد ممكن يقول يكون يعني يقول بولينج كرة ثقيلة تحتاج إلى قوة إلى تركيز، فثمان سنين 9 سنين ليش ألعبها؟ شو اللي صار وياك بالضبط؟ طبعاً هو بداية يعني كأي لاعب بتيبه لازم يتأسس قبل يصير قوي، يعني يبي له أقل شيء، يعني أنا عمري 8 سنين أبي لي 4 سنين بس إن أتعلم وأتأسس، بعدين أقدر أصير أتطور زيادة. ممتاز. وهم إنه متكون صغير، يعني إحنا عندنا الكرة أحجام، فلما تكون صغير ما تقدر تشيل الكرة توك، يعني هذا اللي قاعد أقوله. ما في حضر، ما في قوة، فكل ما تكبر يعني تزيد القوة وتزيد العضل معك. فكبطولات يعني لما كنت صغير كان في بطولات تحت 15، تحت 18، كنت أتعلم دائما، بس ما كنت أنافس وايد لأن كنت بعمر صغير. فلما كبرت شوي لعبت بطولات اللي مفتوحة خارجية اللي يكون عمرهم تحت 15، كنت أنافس وخذيت الحمد لله المركز الثاني ببطولة هونغ كونغ المفتوحة، ما شاء الله. المركز الثاني تحت 18، هذا كان عمري تقريبا 14 سنة. هذه كأول بطولة ثانية في بطولة هونغ كونغ. إيه، كأول بطولة مفتوحة أروح لها. فكان بداية صعب، وإن منافسات ودول وايد كانت مشاركة. فيعني من هالإنجازات أتعلم إن شلون تجيب مراكز مرة ثانية. تمام. بعد هالإنجازات شنو حققت من إنجازات أخرى؟ شنو بطولات شاركت فيها؟ في وايد بطولات في محلية وخارجية، بس يعني أكبر بطولات اللي حققت فيها بطولات آسيا.
اللي كانوا تقريبا من 2021 ل 2024 كانوا شاركت فيهم كلهم. اي شاركت فيهم كلهم، وفي واحده شاركت فيها 2016 بس كنت وايد صغير. إيه؟ كان عمري تقريبا 16 سنه. لا انا بلي اخر ثلاث سنوات. اخر ثلاث سنوات ثنتين منهم اللي حققت فيهم ميداليات، اللي هي اول بطوله بطوله اسيا، طبعا منتخب الكويت في البطوله اخذ ثلاث ميداليات. إيه؟ يعني كنا قريبين وناخذ كاس البطوله، خذينا بالفردي ميداليه وبالزوجي انا خذيت ميداليه. وفي عندنا نظام اسمه نظام الاساتذه اللي هو يجمعون كل الايام اللي لعبتها بالبطوله كلها ويحطونها، يعني ياخذون افضل ثلاث لاعبين بالبطوله. فخذيت لي فضيتين، واحده بالزوجي وواحده بالاساتذه. ما شاء الله تبارك الرحمن، انجاز وراء انجاز. اي الحمد لله. ومركز في هالمجال عشان تاخذ انجازات اكثر. زين، بعد ما حققت هذه الانجازات، من اللي تحرص دائما يكون معك في بطولاتك؟ طبعا هو بالبطوله لازم يكون وراك مدرب، عشان لانه هو مدرب لما يوقف وراك يفهم الملعب اكثر منك. يعني كاي لاعب، حتى يعني ابطال العالم او المحترفين العالم، دائما يكون في واحد واقف وراهم، لانه يشوف يعني اشياء هم ما يشوفونها. لما توقف تلعب او مساعد يشوفون شيء انت ما تشوفه. فدائما يعني المدربين اللي حققت معاهم واللي دربونا، مدرب كابتن اياد العميري ومدرب تي جي، كانوا اثنيناتهم دائما يحرصون يكونون ورانا بالملعب ويسوون اللي احنا نرتاح عليه. تختلف يعني الملعب يختلف عن القاعات اللي نعرفها، صالات البولينج العاديه؟ اي طبعا. مواصفات خاصه؟ كل هو الطول والعرض كلها نفسه. اي اللي هو كم الطول؟ يعني مو حافظه بالضبط. إيه؟ بس انه شيء 40 فيت راح يكون طوله، بس مساحه واحده لا تتغير. اي المساحه كلها يعني حجم الملعب. إيه؟ انه واحد بس يختلف. يعني في انواع شركات يكون الملعب، في شركه اسمها ام اف، شركه برونز. شنو تختلف الشركات فيه؟ بس يعني يختلف ساعات لما تحط الزيت، يختلف طريقه الزيت. يعني لما احط بالشركه هذه والشركه هذه نفس الزيت. أيه؟ يكون في فرق بسيط. بسيط تمام. بس هو الاكثر اللي ياثر على اللعب هو الجو العام، يعني الجو والصاله اذا كانت مرتفعه السقف ولا نازل ياثر على الملعب. اوكي. فيختلف على يعني درجه الحراره وطبعا يعني حجم الصاله. فيعني دائما كل ما تروح دوله ورا دوله ورا دوله يختلف اللعب وتصير يعني. عندك خبره اكثر. اي طبعا. اي بس انت لازم يعني هم يعني قبل لا تلعب بطولات بهالدول يعني تروح تجرب قبلها بكم يوم، تجرب الملعب بس انك تتعود عليه وتبلش على طول. زين، فاللي تحرص دائما انه يكون معك في البطولات هو المدرب. اي علشان يقرا الملعب عدل ويساعدك في مثل هالبطولات هذه. صح. شنو اهم شيء تحتاجه من المدرب؟ هو طبعا المدرب دائما يعني لما يدربك بالملعب مثلا تدريب الكويت، غير لما يدربك بوقت البطوله. وقت البطوله هو بس يقول لك المكان اللي تلعب عليه، او اذا غلطت يقول لك بدل الكره، دن يسار دن يمين، العب كذي العب كذي. بس يعني ما يقول لك في شيء يعني فيزيكال غلط بجسمك، لانه ما يقدر يقول لك ان في شيء غلط نص البطوله، راح ياثر على المنتل مالك وراح ياثر على مخك، ويعني تدش مكان ثاني ممكن يصير دروب. اي يصير دروب على طول. فهو ما يقدر يقول لك كذي. فلازم انت لما تدش البطوله انت كل شيء كامل عندك، بس انه يقول لك سوي كذي، انت بس تطبق كانك روبوت، بس تطبق اللي هو يقول لك عليه، بس تنفذه. اي وهذا اذا مو موجود ياثر عليك شخصيا. اي اكيد. زين، يعني ممكن يكون في كثير من الانجازات المحليه والدوليه ما شاء الله اللي انت حققتها، شنو اكثر انجاز تفتخر فيه؟ هذا الانجاز اللي لا يمكن انك تنساه. ويعني اكثر انجازات اللي ما اقدر انساها الثلاث ميداليات، الاقوى ثلاث ميداليات حققتها باسيا اللي تو تكلمت عنها اخر سنين، لان هم كانوا اخر سنتين لي مشاركه تحت 18، فحققت فضيتين وبرونزيه. هذول كانوا من اقوى الميداليات، لان برونزيه كانت برونزيه اساتذه وفضيه اساتذه كانت وايد قويه، هم كنت تقريبا اخذ ذهبيه. والدبل طبعا كان يعني من احلى الميداليات اللي اخذتها بحياتي، لانه كان كنت تلعب كفريق، إن مرة أنت تلعب زين، مرة صاحبك يلعب زين، مرة صاحبك يلعب زين، مرة أنت ما تلعب زين، كذي يصير. فيعني وكانت وايد قوية، ويعني خسرنا ذهبية فرق يعني يمكن 4 نقاط، يعني وايد وايد شوية. 4 نقاط سهلة يعني كانت. ها؟ يعني 4 نقاط وايد شوية، نفس البطولة تحوشهم يعني بس تأخذ 4، فيعني وايد فرق قصير. هما دائما تجيب بطولات تخسر، يعني أنا مثلا فزت 3 ميداليات كي خسران 10، وهذا مو رقم كبير. اي يعني خسران 10 ميداليات بس فرقكم بسيط دائما، يعني مو فرق كبير اللي خسرتهم. زين، هل هذه الرياضه لها معسكرات تدريبيه؟ شو اللي يصير؟ يعني انا اعتقد ان في بعض الرياضات
حسن لازم تكون لياقتك عالية، تخضع للتدريب، تخضع للاحتكاك، يكون عندك خبرة كبيرة عشان يصير عندك مهارة عالية. هل عندكم معسكرات تدريبية؟ صح، احنا عندنا معسكرات تقريبا من 2016 بلشنا نروح معسكرات. احنا دائما طبعا نعسكر بماليزيا لان يعني الجو العام وكان ماليزيا وايد مريح، انه صاير طبعا الصالة على مجمع وعلى فنادق ومكان وايد قوي، ودائما يعني يسوون وايد بطولات بماليزيا. اوكي، فاحنا دائما نعسكر عندهم، وبنفس الوقت لما نعسكر عندهم نلعب مثلا نسوي نفس بطولة بيننا، بس تكون فرندلي يعني بيننا وبين ماليزيا. اوكي، فيصير في احتكاك، ون يعني اذينا نفسهم اللي قاعد نلعب معاهم قاعد نتمرن معاهم نلعب ضدهم بالبطولة، فيصير في احتكاك ما بينهم ويصير تركيز زيادة. طبعا بالمعسكر التدريب يصير اكثر، يعني شو اللي يختلف معك في المعسكر؟ يعني تقول لو تقول لي لعبه احتكاك اقول لك ممكن لياقتك ترتفع، تكتسب مهاره جديده، بس انت الحين قاعد تتكلم عن بولينج صح؟ طيب. التكنيك واحد، المهاره واحده، انت عندك كره وعندك القوالب اللي قدامك اللي لازم يطيحون صح؟ صح. شنو المهاره اللي تكتسبها في المعسكر؟ المعسكر يخليك اول شيء انه يعني احنا معسكر نظام، يكون نظام يعني اكثر من الكويت. الكويت الحين مثلا لما عندنا تمرين احنا ما علينا من شيء الا ان انت تجي التمرين بوقته. بالمعسكر غير، معسكر تنام بوقت وتقوم بوقت، يعني اي النظام تقصد. اي نظام اكثر، يعني ساعات كنا نقوم 5 الفجر، ننزل 5 الفجر عشان نروح النادي، نقوم 5 الفجر الصبح عشان نروح النادي، بعدين نتريق، بعدين نتمرن، بعدين نريح شوي، بعدين نتمرن مره ثانيه. يعني يكون عندنا باليوم 3 تمارين، نادي وتمرين بولينج. تمارينكم كلها تعتمد على رمي الكرة ولا لا هي فيها ايضا بعد جانب لياقة ومرونة وحركة وسرعة؟ هو لعبة البولينج يعني بشكل عام هو دائما على اللعب نفسه، بس هو فيها اشياء تساعد، يعني مثلا اذا ظهرك ضعيف وريلك ضعيفة ما راح تقدر تأدي زين باللعب. اوكي، يعني هذا يكمل هذا، بس هو يعني الاكثر هو دائما البولينج، يعني مو صوب الجيم واللياقة. في لاعبين يعني ما عندهم لياقه بس وايد قويه، بس هو يعني الافضل ان انت تكون الاثنين مع بعض. اي حتى كتسخين، يعني ممكن انت قبل اللعب مثل ما ذكرت ريلك وجسمك ومدى يعني جاهزيتك للعب او جهوزيتك للعب، ما تخضع لتمارين قبل اللعبه تسخين ولا على طول تدش اللعبه ريلاكس لأن فعلا هالاشياء مهمه بالنسبه لنا. احنا نشوف اللاعب خذ الكره قط الكره، لكن قبلها ايش يصير؟ هو قبل لا ياخذ الكره ويقطها طبعا يسخن على الملعب، يسخن ايده، بس تمارين خفيفه بس انه يسخن. وقبل البطوله يصير في شيء اسمه براكتس قبل البطوله، يستجون 10 دقائق تلعب فيها بالملعب، الملعب اللي انت عليه تلعب 10 دقائق قبل لا تبلش الجيم. يعني ما يصير انت تبلش على طول يحسب لك، لازم تتمرن قبلها. اوكي، فيصير على حسب النظام طبعا، يعني بالفرق والزوجي والفردي يختلف الوقت. يعني بالفرق مثلا تكون 5 على ملعب واحد ما تقدر تطق 10 دقائق مثل ما تطق بالفردي 10 دقائق. يعني بالفردي 10 دقائق تطق يمكن 10 يعني 20 طقه 30 طقه، صح؟ بالفرق ما تقدر، في ناس معك قاعد تطق، فمثلا يزيدون وقت يخلونه بالفرق 15 دقيقه، بالفردي 10، بالزوج 10. فهمتك. شو مستوى لاعبينا بالكويت تحديدا شبابنا في المنتخب؟ يعني شبابنا وايد مستوى صاعد عن قبل. يعني قبل كان يعني انا كنت على جيلي كان مستويات قوية، بس مو نفس الحين صار فيه تطور وايد باللعبة. شون؟ كور، مدربين، يعني وايد أشياء صار فيه زيادة، يعني كل ما لو اللعبة تصير أقوى. يعني مستوى الحين الشباب عن قبل أنا أشوف أنهم وايد يعني وايد قوية، بس إنه يبي لهم إنه بس يتثقفون زيادة باللعبة ويستمرون على نفس الموضوع وراح يصيرون وايد قوية. حسنيتني على نقطة وايد مهمة، شلون أطور نفسي في اللعبة؟ يعني أنت تقول لي يستمر على نفس اللعبة ويثقف نفسه. اللعبة محتاجة إلى تطوير مهارات ولياقة ولا اللعبة محتاجة إلى ثقافة؟ شنو أحتاج عشان أطور نفسي؟ لا، لازم اثنيناتهم. أول شيء أنت لازم يكون جسمك يعني يساعدك على اللعبة، يكون جسمك زين، ريلك زين، ظهرك زين، هذا أول شيء. ثاني شيء اللعبة يعني كل ماله ويعني تكتشف أشياء زيادة بنفسك، يعني لازم كثر ما تقدر تزيد نقاط القوة وتقلل نقاط الضعف. أوكي. يعني ما راح توقف، لازم تكتشف شيء كل ما تمر تكتشف شيء جديد. حتى اللاعبين المحترفين دائما يطورون من نفسهم، ولازم دائما تتمرن، لأن إذا قطعت فترة كل اللي سويته يروح. طيب، هي لعبة خبرة على خبرتك ولا لعبة تركيز وذكاء وتدريب؟ هي تركيز وذكاء وتدريب، بس اللعبة يعني الخبرة يعني دائما تلعب دور.
لان انت كل ما تحتك يصير عندك ان الموضوع عادي خلاص كانك قاعد تتمرن. ان انت لما تتمرن غير لما تلعب بطوله، بس لما تلعب بطوله 24 ساعه بطولات محليه وبطولات برا كل مكان تلعب، فراح يصير عندك ان عادي قاعد تلعب، انت بس قاعد تلعب راح يصير الموضوع سهل، ما في ضغط ما في حرص ما في شيء. اي ماكو كنا روتين مكرر، اي تلعب كانك قاعد تلعب لعب مع شباب. شلون تتجاوز هالشيء؟ هالشيء تتجاوز عن طريق الاحتكاك، تحتك بلاعبين نفسك، لاعبين اقوى منك طبعا. هو دائما يعني انا لما كنت صغير كنت العب بطولات مفتوحه لاعبين وايد اقوى مني، بعدين شوي شوي كنت قاعد اكمل. يعني كان عمري 14 سنه العب ضد الرجال، ما كنت اقدر يعني، كنت احاول العب مع الصغار والعب مع الرجال، لين صار عمري 17 18 صرت العب مع الرجال افوز. تفوز عليهم؟ اي كذي صار، هو انما تحتك تفوز دائما. زين يعني حسن، شنو اهميه مشاركتك في البطولات الخارجيه؟ ليش مهم بالنسبه لك انك تشارك؟ يعني هو دائما البطولات الخارجيه هم اهم بطولات اللي على السنه. يعني احنا مثلا عندنا السنه هذه عندنا بطولات اسيا، بطولات العالم، بطولات يعني كذي كذا كذا بطوله، هذيل البطولات الرسميه. يعني هذه بطوله انا بالنسبه لي احلى بطوله بالبولينج، لان ولها تصنيف خاص لك كلاعب. اي طبعا في تصنيف يعني خاص يشوفون مثلا عدد الميداليات، بس ان اول اكثر ان المشاركه هي اللي تهم، لان البطوله تنطر سنه كامله بس عشان تشاركها. يكون مثلا كل دول اسيا هي بطوله، فيعني تحس ان بطوله وايد قويه اكثر من مثلا بطوله مفتوحه تقدر تلعب تخسر تلعب مره ثانيه تلعب مره ثانيه تلعب مره ثانيه. هذه بطوله تلعب مره واحده خلاص، يا تفوز يا تطلع برا، كذي يصير. طيب شنو يعني اكثر شيء صعب كان يواجهك في الرياضه هذه، في رياضه البولينج تحديدا؟ هو صعب انه يعني تطور من نفسك اكثر، يعني على مدار السنين يعني كل ما تمر فتره تكتشف شيء جديد تبي تعدله فيك، فهذا هو اصعب شيء. لما انت تعدل كل شيء من نفسك يكون مثلا تايمينج مالك صح ولعبك صح، يعني ما في ولا شيء راح يوقفك، معك مدرب ولعبك صح، بس انه تطبق. ولازم هم ما تنضغط، لان هذا الضغط وايد اثر. احنا لما نلعب بالعقل وبالايد، فعندما يصير في ضغط ايدك مثلا تشد او ترخي، هو لازم يعني كل طقه تعيد نفس الطقه، فيعني يعني تحرك ايدك لازم تحركها نفس الشيء، مو كل طقه تحركها بطريقه غير، لازم تكون مركز وايد. اي يعني مثلا طقه اطق ايدي شاد فيها، طقه اطق ايدي راخي، راح يصير غير اللعب، مره حوش 7 مره راح 10، كل مره راح حوش رقم. احنا ما نبي كذي، نبي كل طقه نفسها بالضبط، فلازم تعيد المكان نفسه بالضبط. وايد تركيز عالي. اي يعني كانك مثلا تاخذ صخره تقطها نفس المكان بالضبط، شلون؟ ايه؟ لازم بالضبط نفس المكان كذي. الاهل ما عارضوا دخولك حق هاللعبه؟ لا طبعا مستحيل. يعني بحكم دراستك؟ لا، لان هو اول شيء يعني انه ما عارضوا، لان انا ابوي ويدي وعمي كانوا يلعبون، فابوي هو كان يدخلنا. يعني انا عندي اخوي الصغير الحين يلعب مع الناشئين، بس هو ببدايه اخوي ما كان يحب اللعبه، ما كان يبي يلعب. ابوي كان يقول له دش، وهو ما كان يبي، ابوي خلاه يدش، لان هو بنفسه صار الحين على ابوي انه يبي يروح كل يوم يروح النادي. اي فاي انا بدايه ما حد يعني ابوي ما قال لي دش، انا قلت له انا بدش، كنت صغير حير، لانه فقلت له بدش، انا رحت لعبت. بس الدراسه موضوع ثاني، يعني الدراسه بس تخصص من وقتك. يعني انا الحمد لله بالدراسه وايد زين، فاذا انا بالدراسه زين طبعا اروح. وكان طبعا يمنعني ساعات، يمنعني اذا ما يبت زين ما اروح، ما اسافر كذي. فانا كنت شو اسوي؟ لازم اشد حيلي بالاثنين عشان اقدر. كانت يعني هي الدافع ان انت تحسن مستواك في الدراسه. اي كنت ادرس عشان اسافر، ادرس عشان كذي، كنت ساعات اقدر يعني اطلع من المدرسه واروح اسافر بطولات. يحضر معاك الوالد البطولات؟ الخارجيه لا، بس في ساعات بطولات مفتوحه، مثلا تكون بطوله بالبحرين، بطوله بقطر، يكون هو موجود. والاغلب بطولات بالكويت يكون موجود. يعني يلعب هو الحين ولا وقف؟ الحين يلعب خفيف يعني. يعني خفيف. شوف، هل اللعبه لها ايضا عمر معين؟ هو ما لها عمر معين، بس ساعات يعني لما توصل مثلا عمر كبير يصير يعني الام بالركاب شيء، او مثلا ما تقدر تجندس وكذي. بس في وايد لاعبين يعني حتى بامريكا الحين بطولاتهم يصير المحترفين يبلشون من فوق الخمسين يلعبون ضد بعض. ما شاء الله. يعني تحت الخمسين ما تدش، فوق الخمسين تلعبون. في اعمار 60 70 يلعبون، يعني لان اللعبه ما تحتاج تركض وكذي. ايه؟ تلعب بطيء، تمشي وتلعب. اي وتكون مركز عالي. اي بس مو تركيز. مو موجود احد معاك وانت مسافر برا وحققت انجاز، اول شخص تتصل عليه منه؟ طبعا يعني ابوي وامي، طبعا ابلغهم دائما يعني اني فزت وكذي. الله يوفقك وين ما تكون يا رب العالمين. مستقبلا تفكر انك تكون مدرب في هاللعبه؟
اي طبعا انا كنت يعني كنت ناوي اخذ شهاده تدريب والله الحين بس انه قلت انه وايد مبكر ويعني ما راح احتاجها الحين لان انا للحين ابي اكمل كلاعب يعني ما ابي اصير مدرب مبكر بس يعني كان طموح ان يعني ادش في مجال التدريب بس للحين لاعب لان يعني اتعلم زياده واكون لاعب بس ليه قدام ان شاء الله يعني اذا الله كتب انا اتمنى ان اصير مدرب يوم من الايام ان شاء الله يا رب العالمين قدها انت ان شاء الله يا رب العالمين لانك تاسست صح فممكن تاسس اللاعبين بشكل صح. هل الرياضه غيرت من شخصيتك حسن؟ اي طبعا يعني انا يعني قبل الرياضه قبل ادش الرياضه كان يعني ما عندك شيء يعني بس همي مثلا العب استانس لما يكون عندي رياضه صار عندي يعني وايد اشياء ودي احققها صار عندي ودي احقق ميداليات صار بيومي ان يعني يومي صار إن مزدحم يعني ان غير الدراسه كنت اروح مثلا النادي واروح الجيم هم يعني صار عندي وايد اشياء اولويات بحياتي اسويها فغير يعني يومك مشغول اي نهاية انت مو فاضي يعني اي يعني بالنهايه انا ابي اشتغل عشان اصير لاعب اقوى ما ابي اوقف واكون بس خلاص يعني اذا خذيت ميداليه يعني ما يعتبر ان خلاص ان يعني ميداليه يعني مثلا خذيتها هذه قبل سنتين راحت خلاص الحين نعم. هالسنه نتكلم يعني كل سنه نتكلم عن السنه اللي وراها. طيب شنو البطوله القادمه اللي قاعد تستعد لها؟ والله الحين في بطوله اسيا للرجال تاريخ 13/9 ل 26/9 تقام في تايلاند بس للحين ما يعني تم اختيار الفريق ولكن يعني انا قاعد اتجهز وان شاء الله يعني اذا تم اختياري ان شاء الله يعني نطمح ان ناخذ ميداليات قويه ان شاء الله ان شاء الله سهله ومو صعبه عليكم ان شاء الله. قواك الله. الله يقويك. كل الشكر والتقدير لك. وصلت معاك لختام الحلقه واستمتعت بحديثك ثقتك بنفسك وحلمك اللي تحقق وشغفك بان تصل دائما الى مراكز اعلى وافضل. كل الشكر والتقدير لك والتحيه ايضا للاهل اللي كانوا سبب رئيسي في صناعة هذا البطل. قواك الله. إذا السادة المشاهدين قبل أن نختتم وإياكم هذه الحلقة ننتقل معكم إلى فقرة خاصة وتقرير خاص الجهود الجبارة والخطوات الحثيثة من قبل إخواننا أبطال الإدارة العامة للمرور. خلينا نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع نتواصل معكم. معاكم العقيد فهد إبراهيم العيسى مساعد مدير إدارة التوعية المرورية قطاع شؤون المرور والعمليات. موضوعنا اليوم عن الحادث البسيط. الحادث البسيط هو سبب رئيسي للازدحام في الشوارع الرئيسية والسبب هو عدم إزاحة المركبة عند وقوع الحادث وكل ما عليكم هو إزاحة المركبة إلى حارة الطوارئ وانتظار دورية المرور. للعلم وقوفك وتعمدك لعرقلة حركة السير تعرضك للمخالفة المرورية بالإضافة إلى وجود الدوريات بجميع الطرق وسرعة وصولها إلى البلاغ والتعامل معكم في أسرع وقت ومراقبتنا لجميع الطرق من قبل إدارة التحكم المركزي. كذلك عندنا خط للشكاوي عن طريق الواتساب ممكن أنك تصور الشخص ورسالنا بالسرية التامة وتقوم الإدارة العامة باستقبال جميع الشكاوي والاقتراحات على برنامج سحر. تعاونكم يساوي سلامتكم. إذن السادة المشاهدين من بعد هذا التقرير أكون بهذه الطريقة قد ختمت وإياكم هذه الحلقة لهذا اليوم على أمل أن نلتقي وإياكم بحلقات جديدة ولقاء جديد وطاقات شبابية كويتية دائما ما تسعى لأن ترفع اسم وعلم الكويت عاليا بكل المحافل بإذن الله. لنا لقاء يتجدد في برنامج ويكند.